محمد الشياع السوداني حتى يستثمر بالأزمات يحتاج إلى تيار اجتماعي ضاغط وقوة مسلحة وكتلة نيابية. مين يجيبهم؟ مين؟ شيخ غيث إذا هو على الركاب يهوس، ذاك يهوس، هذا يهوس، والجماعة اللي جابوه كلهم جابوه على أساس الحصص. إذن هو على ركابه، شلون يعني؟ على ركابه بجلسة يعني. بجلسة تشكيل الحكومة، لأنه حجالة حجايتين شبعوا بوكسات. شو أول واحد يشبع بوكسات؟ شو العبادي قبله ما شبع بوكسات؟ شنو الكلاوات هاي؟ وكأنه علاء الركابي أول نائب بالبرلمان يعتدى عليه. البرلمان الأوروبي شغلته يتعاركون بالبوكسات، البرلمان هذا مجلس الأمة الكويتي يوم يعركب البوكسات، أنت بالأردن هذا مجلس هو شغلة البرلمان تعركب البوكسات. إيش دعوة سوى كأنه أول مرة بالتاريخ حتى بالكونغرس الأمريكي يتعاركون؟ إيش بيكم يعني؟ ليش الشغل بالتاريخ؟ مو لا القصة هو البرلمان شغلته يتعاركون عادي طبيعي، وين مشكلة؟ لا شيخ غيث أول من مرشح نفسه هو ما مرشح نفسه حتى يشبع كتل، مرشح نفسه حتى تسوون تخدعون الشعب بهالشغله كانه على ركابه اول مره. هو البرلمان ما هو العراقي هذا ليس كم مره متعاركين بوكسات؟ شنو هو حيدر البرلمان ضرب بوكسات؟ من مو هذا هو الكلاوات هاي؟ لا شيخنا مو قضيه كلاوات، هو ليس هو فرقاس لازم ما ينجاز يا يعني. شيخنا خليني امشي وياك بالحديث، هو ليس انه حيدر انضرب وفلان انضرب له ما يبرره، لكن انت أمام مرحلة خطيرة جدا تبدأ من البداية، تبدأ من البداية باستخدام واضطهاد الآخر بغض النظر أن يكون علاء أو غير علاء. هذا مؤشر بأنك أنت هو جاي. هو شنو اضطهاد الآخر؟ أقول لك هو شنو اضطهاد الآخر؟ أنت ليش تروجون كلام غير صحيح؟ من المضطهدة؟ صار لسنة البرلمان معطل ومقتدى الصدر يتوسل به تواسيل، تعال خلينا نشكل حكومة أغلبية وما رضى، هسه يجي يقول لهم لا هاي حكومة محاصصة، تشاش ماله ما راحوا يا الأغلبية، هاي الكلاوات شنو هاي؟ عيب عيب أنت لعب على مشاعر العالم؟ شنو هي يعني؟ لا 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 شيخنا مو بهذا الشكل، مو بهذا الشكل. هسه انا ما ارد اخلي هذا الموضوع هذا الشكل لو قلنا بس نطبل. لا ما طبل، لا ما نطبل له يعني. هسه انت شنو خجال سنه كامله البلد معطل يصيحون حكومه اغلبيه وهو وجماعته اللي رفضوا يشتركون حكومه الاغلبيه، خلاص اجت المحاصصه هو الجابها وهو القبض ثمنها. شلون كيف قبض ثمنها؟ شنو على الركاب هسه يريد يصير عليه بطل التحرير القومي؟ هسه يا اخي بس شلون قبض ثمنها؟ هسا عوف لهاي الموضوع، خلينا نبدي بهذا. قبض ثمنها، يعرف شلون قبض ثمنها؟ هسا انا ما اعرف انت قبض ثمنها شلون؟ ليش تواجد من صوت للحلبوس وليش تواجد من صوت الرئيس الجمهوريه وغلس؟ ما كانت محاصصه؟ عيب، كافي سكتنا بما يكفي، كافي زين. هذه المجموعه مشوهه مضطربه ادت الى تفكيك تشرين وادت لضياع حقوقنا وادت الى ان تنتج حكومه الاطار، فكافي عيب. شلون بالله انت عيب توسلوا بي سنه شيخ. وين كانوا هذولا؟ ليش ما راحوا وياهم وشكل حكومه الاغلبيه؟ يعني الان انت كافي تحمل تفتحون بناس دمرونا. اقول لك هسه انت لك وجهه نظرك. احمل علاء الركابي مسؤوليه كامله، نعم وبالادله والوثائق، سنه كامله عرضوا عليه كل العروض في سبيل يذهب لتشكيل حكومه الاغلبيه ورفضها، يجي هسه يهوس للمحاصصه؟ شنو الكلاوات هاي؟ زين بعدين هم وين صفوا الان؟ بحضن من؟ بعدين اقول لك هو على الركاب مو نزل بالناصريه وشختوا المتظاهرين وطلع بالتلفزيون وقال عادي ذول اخوتي، هذا البرلمان همينا به متظاهرين وشختوك عادي. ماشي تقبل. شنو اول مره ينشحت؟ اول مره ينضرب؟ لا مو انت شيخنا يعني يبدو لي هل اكو قضيه شخصيه بهذا الموضوع؟ إلى حد اللي انفعلت هذا الانفعال عجيب. هسه هو شنو الشخص بالموضوع؟ أنا بحياتي ترى الرجل لا أعرفه ولا شايفه ولا ملتقي به. خلينا نكون واضحين أستاذ نجم، كلامي واضح، لا أتحدث عن شخص الكريم، أنا دا أتحدث عن موقف سياسي. سنة كاملة يتوسلون تعالوا يا مستقلين ويا قوى التشرينيين ويا القوى الجديدة تعالوا شكلوا يانا بالتخالف الثلاثي حكومة أغلبية وطنية تخلصنا من المحاصصة. علاء الركابي ومجموعته الطبالة نفسهم مالته كانوا يرفضون، هسه يجي يقول لهم لا للمحاصصة؟ منو سوى المحاصصة غيرك؟ منو؟
منو اللي عد الخراب بالبصرة؟ منو؟ زين أقول لك، هم كلهم غيرك؟ هم ثمان مقاعد معقولة بهاي الفعالية؟ أرجوك أستاذ نجيب، ثمان مقاعد تحول اللقاء كأنه لا مو أنت مستهدف، أرجوك. لا لا مو أنت، أنت حكيت بهاي الطريقة وكأنما أنا محمل ضد الرجل. أنا جاي أنتقد كل القوى السياسية بلسان فصيح تفهم كل العراقيات والعراقيين. هسا لا تخولني قاعد انا احلل على ركابي، ما يستحق عندي دقيقتين ترى. خليني اروح، لانه هاي القضيه اترك ليها الان شيخ غيث. خليني اروح الى موضوع اخر.